معنا مشاهدينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي، مرحبا بك أستاذ أمير. نبدأ من تصريح المتحدث باسم الحكومة التركية الذي أكد عدم جدية الحكومة في العراق على التعاطي مع تركيا في حل أزمة ميليشيا حزب العمال الكردستاني. كيف تقرأ موقف الحكومة في بغداد من هذه الأزمة أستاذ أمير؟ مساء الخير أولا وشكرا على الاستضافة. حياكم الله. شيء طبيعي نظرا لحالة العراق، نظرا لما حدث للعراق كبلد متأثر بما يحدث حوله، فإن حكومة العراق في البطاقة الخضراء ليس لها القوة وليس لها السيادة الكاملة في أن تتكلم بطلاقة عن الأراضي العراقية. العراق هو متأثر بما يحدث في المنطقة، والحكومة العراقية يعني تنتظر الأوامر التي تأتيها من الدول التي لها يعني القوة في السياسة الخارجية العراقية، وكما هو الحال في السياسة الداخلية العراقية. إذن السيد حيدر العبادي الموقف الذي يعني وقع فيه هو موقف صعب، لأنه موقف يتطلب أولا استشارة الإدارة الأمريكية، ومن ثم استشارة إيران التي لها الدور الكبير في المنطقة الكردية. نعرف بأن الأكراد هم موجودين في إيران أيضا، وأن قضية الكرد لها تأثير على سياسة إيران في العراق. ولكن كيف تفسر أن تتخفى ميليشيات حزب العمال الكردستاني داخل القوات الحكومية بحسب اعتراف القيادي في قوات البشمركة قاسم ششو؟ شيء طبيعي، هناك يعني نزاع على المنطقة من قبل إيران ومن قبل تركيا. يجب أن نعلم بأن ما يحدث في العراق هو يعني تسلط قوى خارجية. إذن هذه السياسة التي يعني قلتها قبل قليل بأن هناك أوامر تصدر من خارج نطاق الدولة العراقية، وأن يعني على الحكام في العراق أن يقوموا بوضع بلبلة في العراق لأجل أن تسيطر هذه الدول على يعني المنطقة. في منطقة كردستان العراق كلنا نعرف بأن تركيا لها يعني تشك في وجود هذه القوى، لأنها قوى تؤثر على السيادة التركية، ونعرف نحن نعرف بأن تركيا لها يعني استراتيجية قد تختلف مع الاستراتيجية الأمريكية ومع الاستراتيجية الغربية وحتى مع الاستراتيجية الإيرانية، لأننا نشهد عالم متعدد الأقطاب قد أخذ يعني يظهر بقوة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن دمر العراق وبعد أن سلبت السيادة العراقية. ولكن سيد أمير، إلى أي مدى ترى أن مراوغة الحكومة في هذا الجانب، الحكومة في بغداد بخصوص حزب العمال الكردستاني، قد تدفع تركيا إلى تنفيذ عملية عسكرية في سنجار؟ أنا لا أعتقد بأن الأتراك سوف يعني يذهبوا إلى قيام يعني عملية عسكرية لهذا الحال. هناك شبه توافق عراقي تركي في قضية الأكراد، يعني القاسم المشترك بين تركيا وبين العراق وإيران يعني تأتي بعد في العراق بعد العراق، هو أنه لا تكون هناك يعني لا يكون هناك خطر كردي في منطقة كردستان العراق وإيران وتركيا. إذا هناك توافق شبه توافق بين تركيا وحكومة حيدر العبادي، ولا أعتقد بأن هذه الأعمال قد تذهب إلى حد وجود قتال، ولكن مع الأسف العراق ليس له القدرة على الحفاظ على أراضيه. ما حدث في سنجار وما حدث في غرب شرق العراق هي يعني عدم وجود دولة في العراق، فالدول المؤثرة التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط كتركيا وإيران هي التي لها القوة وهي التي لها يعني الكلام الأخير في حسم الأمور. ولكن يجب أن نعلم بأن المنطقة بذاتها حتى ولو كانت تحت سيطرة هذه الدول الإقليمية، هناك دول عالمية تراقب كفرنسا كالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول لها يعني نوع من التفكير التاريخي
ونوع من الوصايه التاريخيه نعم التي لا تريد ان تفرق يعني ان تذهب بها بعيدا وتعطيها الى تركيا والى ايران. وما يحدث في العراق هو نتيجه طبيعيه على ما اعتقد لما حدث في 2003 بعد ان جاءت امريكا الى العراق ويعني ذهبت الدوله وذهب يعني التاثير العراقي في منطقه الشرق الاوسط. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس سياسي العراقي سيد أمير المفرجي.